في الريدنج ليسون هنا بيوضح لنا الجرامر اللي احنا هنذاكره دلوقتي. يلا نقرا ونشوف. It was great at the wildlife park yesterday, wasn't it? وهنا السؤال جه في اخر الجمله وده اسمه السؤال المزيل. بس نلاحظ منه ايه؟ ان الجمله هنا فيها كلمه was. was دي بنستخدمها في الباست سيمبل، بنستخدمها في الباست سيمبل. لما الاقي was اعرف ان انا بتكلم في زمن الباست. يعني ايه الباست؟ يعني الماضي. طيب لما بيبقى عندي سؤال بادئ was aware بجاوب عليه yes or no، فرد قال لها yes it was، ايوه فعلا كان كده. I love seeing the chimpanzee، انا حبيت رؤية الشمبانزي، عجبني. قال لها ايه؟ let's look on the wildlife park webcam، يلا بينا نبص على الكاميرا بتاعت النت على الحديقة البرية. we might see it again، ممكن نشوفه تاني. لازم طبعا ناخد بالنا هنا ان let's جه وراها الفيرب في الانفينيتيف، يعني نعمل سيركل كده على let's look، نعمل كده سيركل على let's look ونكتب فوقيها let's زائد الفيرب في الانفينيتيف، يعني فاضي ما فيهوش اي اضافات. قالت له ايه؟ yes that's a great idea، اوكي دي حاجه حلوه جدا، فكره جميله. I thought the sloth was great, it was moved very slowly، وكمان موجوده كلمه was. was اول ما اشوفها اعرف ان انا بتكلم في الباست. اوكي اول حاجه لازم نعرفها في الباست سامبل تنس هي فيرب تو بي في الباست. ايه هو فيرب تو بي في الباست؟ اللي هم am و is و are دول كانوا في البريزنت، ازاي نحولهم في الباست؟ فيرب تو بي في الباست عندنا اتنين تصريفين، دي مين هم؟ was where، was where يعني كان وكانوا. طب ليه عندي اتنين؟ ليه مش واحد بس؟ لان هما بيتقسموا لتو جروبس، بيتقسموا لمجموعتين، مجموعه بتيجي مع السنجولر ومجموعه بتيجي مع البلورال. يعني نفهم اكتر، طبعا was بتيجي مع السنجولر يبقى هتيجي مع اي وهي وشي وات، وطبعا اي سنجولر نون اي اسم مفرد. اما where بتيجي مع we ويو وزي، وطبعا اي اسم بلورال. تمام طيب was where ممكن يجي وراهم ايه؟ was where ما ينفعش يجي وراهم فيرب في البوست سيمبل، بيجي وراهم ممكن نون اسم، ممكن يجي وراهم adjective صفة، ممكن يجي وراهم place مكان، اوكي ممكن يجي وراهم color. اوكي طيب تعالوا ناخد كده example على كل حاجة. يعني مثلا ممكن اقول ايه؟ I was at home، انا كنت في البيت. ممكن اقول he was happy yesterday، ممكن اقول she was a pretty girl، ممكن اقول it was sad. اوكي ممكن بقى استخدم singular noun فاقول ايه؟ the sloth was very slow. يبقى كده دي الامثلة اللي على ال was او ال pronoun وال subject pronoun ال singular. اوكي طيب بالنسبة لل plural او بالنسبة ل where بتيجي مع we ويو وزي. طيب يلا ناخد بعض الامثلة كده، ممكن اقول ايه؟ we were at the wildlife park، احنا كنا في الحديقة البرية. they were at home، هم كانوا في المنزل. ممكن اقول we were so excited، احنا كنا متشوقين جدا. ولو جبت اي plural noun ممكن اقول ايه؟ the birds were very beautiful، يعني الطيور كانت جميلة جدا. وبكده بنكون بنصرف ال was وال where مع الجملة، بنجيب السبجكت الاول بعد كده was او where وبعد كده بنكمل باقي الجملة. طيب ودلوقتي نخش على الجزء بتاع النيجاتيف. والنيجاتيف يعني ننفي. يعني ايه ننفي؟ يعني نقول نط، يعني نحط نط في الجملة. هو ساعات كمان في سؤال الري رايت بيجيب لنا بين قوسين ويحط لنا ان احنا نكتب نط. اوكي طيب عموما الوز والوير سهلة جدا جدا جدا، ولما باجي اعمل لها نيجاتيف كل اللي انا بعمله ان انا بدور على الوز والوير واحط جنبيهم كلمة نط. يعني لما قلت I was at home واجي اعمل not هدور على الwas واحطها جنبها يبقى I wasn't at home. لما قلت he was happy yesterday هتبقى he wasn't happy yesterday. لما قلت she was a pretty girl هقول she wasn't a pretty girl. لما قلت it was sad لما اجي احط not هتبقى it wasn't sad. ولما قلت the sloth was very slow لما احط not هتبقى the sloth wasn't very slow. كمان لما نيجي ننفي الأمثلة اللي بوير، أو لما نيجي ننفي السنتنس اللي بتبقى بوير، لما قالي you were at the wildlife park هقول you weren't at the life wild park. they were at home هتبقى they weren't at home. we were so excited هتبقى we weren't so excited. okay لو حبينا نعمل question ب was aware كل اللي بنعمله ان انا لو عندي الجملة بدور على was aware فيها واخدها اطلعها
في الاول اكمل باقي الجمله عادي. اوكي طب لو حبينا نعمل questions للجمل اللي احنا لسه قايلينها، يعني لما قلت he was happy yesterday، لما اجي اعمل question اعمل ايه؟ هدور على was where واحطها في الاول، هدور على was واطلعها بره، هتبقى was he happy yesterday واحط question mark في الاخر. طيب لما الاقي question بيبدا ب was او where عموما بجاوب عليه ازاي؟ اول حاجه انا هجاوب عليه في 3 خطوات. الخطوه الاولى ان انا احط yes or no، تاني خطوة ان انا هبدل، يعني اللي بسأل بيه بجاوب بيه بس ببدله مع اللي معايا. سألت بوز هجاوب بوز بس هبدلها مع الايه السبجكت اللي جنبها. سألت بوير هجاوب بوير بس هبدلها مع السبجكت اللي جنبها. يعني لو قلت was he happy yesterday لما اجي اجاوب عليها بيس ونو هقول yes he was. طب لو قلت نو هقول no he was وزود لها not. دي الخطوة التالتة علشان خاطر الاجابة بنو معايا دلوقتي يبقى no he wasn't. لما قلت the slows was very slow لما طلع was بره هتبقى was the slows very slow. وعايزة اجاوب بيس يبقى هقول yes it was. ممكن اقول yes the slows was وممكن اقول yes it was لان slows ده حاجة غير عاقل، فلما اجي اتكلم عنها او اجيب الضمير اللي بينوب عنها بجيب it، يبقى اقول yes it was او no it wasn't. واهم سؤال عندي هنا واللي لازم اخد بالي منه كويس جدا، لما يجيب لي مثلا جمله ويقول لي I was at home ويقول لي اعمل question، فلما اجي اعمل question ما ينفعش اقول was I at home، دي غلط. لازم اخد بالي كويس جدا ان I was بتتحول في الquestion where you. I was بتتحول في الquestion where you، يعني هتبقى ازاي؟ هتبقى where you at home. فلما اجي اجاوب هقول yes وهبدل، بس انا برضو ندم بدلت في السؤال يبقى هبدل في الاجابه. يبقى زي ما حفظت ان I was بتبقى في الquestion where you، لازم احفظ ان where you بتبقى في الانسر I was. يبقى يا اما هقول yes I was يا اما no I wasn't. والامثله عندي اللي كانت على plural لما قلت زي where at home هتبقى where they at home، ولما جاوب هقول yes they were. Where the birds very beautiful، طبعا هجاوب هنا ولازم اخد بالي ان the birds plural noun، يبقى يا اما هقول yes they were يا اما هقول yes the birds were، لان انا ممكن اشيل the birds واحط ال subject pronoun بتاعها.